شايفين الوسط بتاعي؟ لا كل ده بفضل ان انا منعت السكر ومشيت على نظام الكيتو دايت. انا اللي مش دكتور، تابعني وانا هديك كل النصايح اللي هتخليك تبقى سمبتي. مفيش شك ابدا ان سكر الفركتوز قلت ايه يالا؟ سكر الفركتوز برضه بيرفع الانسولين ولو بنسب قليله. طيب يا سيدي شكرا كفايه. نو كده مش دكتور، ازعل منك يا بيه. طلع لسانك واخبطه كده، لازم في حاجه. لازم انت تعملي كيتو دايت. احنا عندنا في كيتو دايت مش ناكل نشويات خالص، ناكل خضار، خس، جرجير، كل خضار، ناكل بروتين. انت لازم تبقي مش دكتور عشان تعرفي حاجات كتير عن كيتو دايت وتبقي رش. انت عبيط اصلا. من وجهة نظري ان مفيش حاجة اسمها اكتئاب، لكن في حاجة اسمها عدم الايمان بالقضاء والقدر. سبحانه. سهل جدا ان انا اعمل لكم فيديوهات عن الاكتئاب والناس هتتعاطف معايا وهتحبني جدا، لكن انا ما بقولش السهل، انا بقول الصح. الوقت ضايع اقسم بالله. بطلت السكر من شهر ونص يا حبيب قلبي، انا فخور بيك جدا 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 والله. خد قلب، اكتبوا لي يا جماعه بطلت السكر ولا لا، او ومقتنعين ان السكر مضر ولا لا، او ناويين تبطلوا انت. درجات احنا سمعتنا وحشه. ربنا يخليك يا رب. بس مش لازم على فكره اكون دكتور علشان افكر وابتكر وافيد الناس. انا بفيد الناس بناء على تجاربي الشخصيه. ما ياما دكاتره درسوا علميا وبيطبقوا عمليا وبارك الله فيما رزق، والشهاده دي بتبقى عباره عن ورقه بياخدوها بيحطوها في الدرج. شكلنا كده هنشوف ايام سودة. لو حضرتك في كلية طب زي ما بتقول وما عندكش اي معلومة عن قرار السكر زي ما بتقول، فتبقى دي مشكلتك انت بقى، مشكلة الدكاترة اللي بيدرسولك. فلو انت مش عارف كل المصايب دي عن السكر فدي مشكلتك انت، مش مشكلة الطب ولا مشكلة العلم ولا مشكلة 100,000 دكتور على مستوى العالم بصموا اجمعوا على ان السكر ادمان. سؤال مهم جدا 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 يا استاذه داليا، والله يستدعي ان انا ارد عليه. طيب نعمل ايه في ادمان النشويات؟ اولا الجوع ده هو هرمون اسمه الجيرلين بيفرزه الجسم وبيرسل اشارات للمخ انه يا باشا احنا جعانين عاوزين ناكل. طيب ازاي نبطل هرمون الجيرلين ده ونوقفه عند حد ونخليه يبطل يلح علينا كل شويه؟ دكتور برج قال ان هرمون الجيرلين ده لما بيعلى عندك لو حضرتك تجاهلته هيبدا ينزل تدريجيا في خلال ساعه واحده بس، ومش هتحس انك جعان خالص لو تجاهلته ساعه واحده بس. خلاص امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ وهنا بقى يجي دوري انا. طبعا انا عودتكم ان انا لازم احط التاتش بتاعي في كل موضوع. تمام. انا خدت الكلام ده قسته بالظبط على هرمون التستوستيرون عند الرجاله، لما بيعلى شويه والشخص بيبدا ينشغل بحاجات غريبه كده يبقى عايز يرتكب فاحشه. لا يا عم، يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. اجوا بقى يجوا يرتكب فاحشه. انا اسف جدا. مجرد ان هو بيتجاهل الفكرة او بيعمل اي حاجة تشغله عن الموضوع ده فبيبدأ هرمون التستوستيرون ده يهدى وكأن شيء لم يحدث. ده كده عظمة قوي، ده كده عظمة قوي. ده حقيقي فعلا.